لنحب بدنا عمر هالشي مو قدرتنا حبر الهوى نشي بأول سطر صفحتنا الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعم يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا الحب أحلى شي بينور دنيتنا طويل طريق العشق وشو ضيقة خطوتنا حماتي الله يخليكي بس هاي المرة خليني جرب ماشي رح خليك تحضري الفطور امتى ما بدك بس مو بكرة طيب ليكي اذا ما عجبكن الفطور بكرة وعد اني ما عاد اطلب منك حضر الاكل ابدا اذا بتريدي بلا حبيبتي طلبي من حقك تحضري الفطور اي بس شو الفايدة اذا ما رح توافقي اساسا انا ما وافقت لانه بكرة الكل موجودين اي كتير منيح لكان اذا الكل موجودين مناخد رأيهم واذا ما عجبهم ما بقى اطلب منك هالطلب ابدا أنا مو عرفانة شو بدي قلك ستك رح تفطر معنا أيو إذا يعني؟ قصدي بركة هي ما عجبها ساعتها رح تعملنا مشكلة شو هو اللي ممكن ما يعجبها؟ أني أنا حضر الفطور لحالي؟ ولا الأكل اللي رح أعمله أنا ممكن ما يعجبها؟ لا بالعكس إذا سويتي أنت هي رح تنبسط من هاي الناحية لا تخافي أنا مو هيك قصدي بس حماتي بس بكرة اسمحي لي جرب إذا بتريدي اسمحي يعني شو بدي أقول؟ مشكلتي ما فيني خجل حدا شكراً كتير تعرفي تطبخي؟ اي اكيد شو رح نطبخ؟ حابة ساوي فطاير بالصوص ما لقيتي غير هالأكلة؟ لا مو معقول الأكلة كتير صعبة حتى أنا ما بعرف أعملها منيح ليش شبه هالأكلة يعني؟ اي وبركي ما زبطت معي بس أنا عاملتها كتير من قبل عن جد خايفة كتير متأكدة إنه رح تعجبكن حماتي أنا خايفة وحاسة هالشغلة رح تجيبلي مشاكل ولا يهمك أكيد بتعرفي؟ شو رأيك نتفق أنا وياكي؟ ما رح نقول لأي حدا عن الموضوع يعني قصدي أنا بعملكم الفطور بكرة ومنقول إنه أنت اللي عملتي بترجاكي مو هون المشكلة يا ربي ماشي طبخي يا ويلي مين جاينا هلأ بهالليل؟ بترجاكي جنبي لا تسأليني هلأ ولا سؤال بدي منك تجي فورا وتفوتيني على البيت إذا عرفت أمي والله بتبهدل أنا لازم فيق كبير ليش؟ ما في داعي تفيقيها هلأ بس نحنا لازم نفتح الباب ونشوف مين اللي عم خلص أنا بفتح الباب أنا بخاف لازم نفيق أحدا طيب أنا بشوف مين خليكي هون لا تاكلي هم أنا ما بخاف رايحة أفتح ماشي ديري بالك جنفي منيح اللي انت فتحتي لي هالمره رحت ونسيت موبايلي هون بالبيت وما قدرت شريو فيك تفهميني وين كنتي بهالليل وشو هذا اللي عملتيه بحالك حماتي كنت هو انا كنت بدي أقلك بس نسيت أنا آسفة بس كان عم يوجعني راسي كتير واحتجت لمسكن جنفي وعمتي قالت لي إنه في صيدلية قريبة من هون وراحت تجيب لي دواء بس كبيري على طول بتخلي دواء عندها ليش ما سألتيها؟ بس أنا ما بعرف إنه في عندها بس شريو بتعرف إنه في شو شريو؟ ليش ما سألتي أختي؟ إيه مزبوط حماتي بتكون هي نسيت إنه عنا دواء بالبيت ما هيك؟ بلا مزبوط لأنه جنفي كان كتير راس عم يوجع وصارت تبكي وأنا من خوفي عليها نسيت وأنا ما صح ما تذكرت أبدا إنه عنا دواء ماشي ومن وين هذا الورد اللي حاططيه لكان؟ أنا كنت ماشية وشفت ولد يا حرام عم يبكي وبده يبيع هدول الوردات وما حدا عم يرضى يشتري منه أبدا
وحتى المسكين ما عنده أهل يا حرام. قلت ليش لحتى ما أشتريهم أنا؟ لأني حسيت هالولد كتير مسكين ومحتاج، ومن شان هيك أنا أخذت الوردات من الصبي وحطيتهم على شعري. جنفي سكري البواب منيح، يلا تأخر الوقت، اطلعوا على غرفكم ناموا. يلا شريو. يلا ماشي. الغسالة اللي هون على الكهرباء هي أنا ما بعرف استعملها، خاف اتكهرب فيها، وماني مستغني عن حياتي. مالنا غير جنفي، بس تجي لعنا قبلها تصير كل ما تزورنا تغسلنا الغسيلات بهي الغسالة. بلا شو؟ إيه، لأنه هي ما عندها لا شغلة ولا عملة غير تغسلنا تيابنا بس. لكن كيف بدي اغسل بالله؟ عادي تغسلي تيابك على ايدك بس تتحممي، مثل ما انا بالعاده بغسل تيابي. والله وشو مشان تياب بنتيا؟ تيابه كتار وفيهم بناطلين جينز، كيف هدول بدي اغسلهم على ايدي؟ تخيل حاطه كلها تياب وعم بغسلهم، ليش مفكرني بقدر؟ كتافي دغري بصيروا يوجعوني، تعبت ما عاد فيي اشتغل مثل قبل. مثل قبل؟ ليش شو كنتي تشتغلي من قبل ومالي خبر؟ ما جنفي كانت تساوي كل شيء. ايوه تفضل بلش اسطوانت كل يوم، لانه ما فيك تمرق يوم من دون ما تغيظني. قال شو عن غساله اوتوماتيك وبده ياني اغسل عايدي؟ اصلا فهمني انت شو دخلك؟ انا بقلها لجنفي. طيب خليها تعلمك كيف تستعمليها. بالله شو هالغساله على الكهرباء؟ بركي تكهربت فيها. لك شو انت ما بتفهمي بنوب، هالغسالة حديثة. لازم نسأل جنفي بالأول، هي أدرى. فيني ساعدك بشي؟ شو ليش فايق اليوم بكير؟ فقت مشان ساعدك. وبشو بدك تساعدني؟ بصراحة ما بعرف بالضبط، بس انتي قلي لي بشو بدك ساعدك وانا بساوي كل شي بتطلبيه. يا روحي انت، بس انا متعودة اشتغل كل شغلي لحالي، لاني بحس لما اشتغل من دون مساعدة حدا بخلص اسرع. ماشي، طيب شو رأيك ساوي لك شاي؟ معقول بتعرف تساوي؟ يعني بصراحة أنا ما بعرف ساوي لحالي، بس أنتي بتعلميني ومثل ما بتقليلي بساوي. مو زابطة، لاقي لك شغلة تانية. بدي ساعدك، الله يوفقك. يا ريت، بس إذا شافوك شو رح يحكوا؟ شو رح يحكوا يعني؟ شري طاير عقله بمرته؟ طيب هالحكي مو صح؟ لا هيك كتير. يا ربي هي خسرت ابني الوحيد، كان لازم نوقفه عند حده، هي تعود يطلع من وش الصبح وما يجي لآخر الليل. لو كنت أب صارم ما كان تجرأ يساوي هيك شيء. الولد ضاع، كل شيء قدمت له يا راح هيك ضاع من بين إيدينا، راح الصبي. شو الولد اللي ربيناه إذا بأهله ما بيحس؟ وقال شو الناس بتجيب ولاد وبتكبرهم لحتى يرتاحوا بحياتهم؟ شبك ليش ساكت؟ احكي اي شيء. بحياتك ما عرفت تربيه، فهمني مو ابوه انت، لك احكي شبك. قد ما ربينا اولادنا مستحيل يطلعوا مثل ما بدنا. المهم شو لازم نساوي؟ ما عاد فينا نساوي شيء. الشيء الوحيد اللي بيقدروا يعملوه الاباء انهم يربوا اطفالهم ليكبروا، وبعدين بيصير دور الولد لحتى يختار، يا بيمشي بطريق الخير يا بيدمر حياته كلها. قرر يدمر حياته ويدمر لنا حياتنا كمان. طول عمري كنت مفكرة انه ابني مربى منيح، بس طلع مو هيك منوب ابدا.
ليك شو عمل؟ خرب حياة أهله اللي قدموا له كل حياتهم ليشوفوه شاب ضيعان الترباية فيه، وفوق كل هاد كمان نحن أهله بس ما فينا نخانقه ولا نحكي معه شي، لأنه بخاف إذا حكينا معه يبطل يجي على البيت وقته شو رح يصير. هلا ما عاد ينفع الحكي بشي أبدا. ما فينا غير نضل ساكتين وعم نتفرج على اللي بده يصير. كيف أنا جبت هيك ولد مو نافع بشي وفوقه قليل ترباية كمان؟ يا ريته مثل أخته، متعلم ومربى، ما عم بقدر أفهم الصبي لمين هيك طالع، لمين؟ أختي طولي بالك ولا تاكلي هم. ايه مزبوط، انتي لا تاكلي هم بنوب، جنفي اكيد رح تعمل اكل طيب. صح، يعني ماني خايفه انه الاكل ما يطلع ظابط معه، لكن بس طريقه الطبخ بتختلف احيانا من بيت لبيت. نحن حتى الشاي بنعمله هون بطريقه مختلفه وطعمته بتختلف كمان. انا خايفه كتير عن جد، لانه ما صدقنا امتى راقت حماتي شوي يقوم يصير شي شغله غلط والله بيخرب كل شي. نحن شو لازم نساوي؟ نروح إلا ما تطبخ هالمرة؟ إيه، ومنفهم الموضوع، جنفي رح تتقبل الموضوع لا تخافي. لازم معناتها نروح نعمل شي أكلة تانية للفطور قبل ما تعرف الخالة. إيه هيك بيكون كتير منيح. يلا لكان خلينا نروح هلأ ونقلا. خلصت جنفي حبيبتي، خدي لحظة بس. لك لا وقفي شوي، لك يلا دقيقة خدي من إيدي قبل ما ينكب. يلا خدي من إيدي، يلا دوقي. عجبك؟ ايه غير شكل بالله، عن جد يعني زبط معي؟ ايه طالع بجنن. معناتها خليني دوق. يعني عن جد جنفي من كل عقلك بتقلي لي طيب؟ مو معقول شو تقيل ولي شو هاد؟ هاتي اعطيني اياه بدي كبه. لك هاتي اعطيني الفنجان. لك جنفي لك ليش بدك كبه؟ قلت لك انه طيب. لك انا عملت ابريق شاي كبير للكل. والله هلا بصير مسخره. هاتي خلص شبك، قلت لك انه طيب ما نسيء لهالدرجه. لك هاد اساسا حرام يتسمى شاي، كل شي فيه غلط. هاتي شبك لا تدوج، مو لهالدرجه سيء لحتى تتصرف بهالطريقه. خلص خليه بلا ولدنة. ومين بده يشرب هيك شاي؟ أنا حبيت هذا الشاي ورح أشربه منيح هيك؟ إذا أنا اللي عملته ماني قدران أشرب، مين بده يشربه؟ أنا بشرب. أنت عم تشربي من شان ما أزعل، فهمان عليكي. هاتي. لا والله شري، صدقني مانو سيء لهالدرجة هي. بعدين اسمع، أنت لازم تكون مبسوط فيه لأنه أول مرة بتعمل شاي. بكون مبسوط لو طلع هالشاي طيب، بس يعني انت ملاقيتيها ظابطة اني شربهم شاي ما بينشرب؟ انت مكبر الموضوع زيادة شري، وانت مكبرة الموضوع كمان جنفي. هاتي خليني كبه واخلص من القصة قبل ما يجي حدا. شري شو عم تساوي بالمطبخ انت؟ ايه انا هلأ كنت عم ساوي لكم شاي. عن جد انت عملت شاي؟ ايه والله عن جد انا اللي عملته، بس رح كبه هلأ. استنى ليش تعمل هيك؟ هات لشوف الشي. لا أمي ما طلع طيب أبداً. شري مو معقول، عن جد أنت عملت لنا الشاي؟ إيه عملت، بس مو نصيحة ما بينشرب. مو مشكلة، أنا حابة أدوق. خالتي يعني هالشاي كتير. إيه وأنا صبولي كمان. ليش بدكن تدوقوا وهو مو طيب؟ مو مشكلة، هات عطيني. لك أمي خلص شو صار؟ لا 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 لازم ندوق. نحن عن جد جاي على بالنا نشرب شاي وبدنا نشرب من الشاي اللي أنت عملته. شري خلص قررنا. يلا صب. يلا. قليلا يلا مو هي لازم تقلنا. لا سارو يلا بلشي انت. ليكي حماتي يلا. شوفي
لا ابدا ما في شيء. قد ايه لسه بدك؟ ايه خلصت كل الاكل، يعني بس بقي علي اني اسكبهم. والله جد؟ بس شبكم في شيء؟ لا جنبي ما في شيء ابدا ابدا. نحنا اجينا نطلب منك شغله مشان الفطور. حرام نكسر بخاطر هالبنت، صارت محضره كل شيء ومخلصه. شو؟ يلا بلشي انت. تفضلوا. يسلمون. خلينا ندوق هالشاي. عن جد طيب كتير. ايه والله. حتى انا كمان كتير حبيته. عن جد كتير طيب. غريبة ليش ما حبيته يعني. عم تحكوا هيك حتى ما تزعلوني لانه مو طيب ابدا. ليش مو مصدقنا؟ طيب كتير عن جد. وليش لنكذب ابني؟ منشان ما ازعل لانه مو طيب. خلصنا بس نقلك طيب يعني عن جد طيب. ليش ما عم بتصدق؟ ايه عن جد. لحظة استنوا شوي. شري صحي انت من امتى بتعرف تساوي شاي؟ الصبح تعلمت ساوي. والله؟ عن جد هذا أطيب شاي بدوقه بحياتي. حاجة أمي؟ بكل الأحوال مو أنت اللي عملت الشاي؟ بده يطلع طيب إجباري. مو لهالدرجة. لا خالتي لا. جنبي شو رأيك؟ عجبك الشاي؟ ايه أنا عجبني كتير والله. شفت؟ هي نحن الأربعة حبينا الشاي اللي عملته وانت الوحيد اللي ما حبيته بيناتنا. معناها الشاي طيب كتير. لحظة استنوا لأن التصويت هيك مو ظابط. شو؟ ليش؟ لكن منسأل ستك. ايه شبكي انتي كمان. ستي بتحكي الحقيقة. رح أخذ لها فنجان شاي هلأ ومنشوف شو بتقول، ووقتها أنا رح أعرف إذا كنتوا عم تجاملوني. جنفي. ايه شو رأيك نحكي قدامهم إنه أختي نرمادة هي اللي حضرت الفطور؟ ليش يعني؟ وإذا أنا ما عندي مشكلة أبداً بهالشي. بس ليش؟ ابني بعدين بتعرف. عم نساوي هيك مشان جنفي ماشي؟ إيه. شو نرمادة؟ أنت جهزتي الفطور؟ جهزته. اندو وينه؟ اندو وينك؟ ايه شوف نحن لازم نعمل شيء. المفروض نخبر جنفي ونقلها تجي مشان تلاقي حل لهالموضوع. لا اوعك. ليش؟ نحن هلا ما بنقدر نقلها تجي لانه ما بنعرف شو الوضع ببيت حماها. شو ما كان مو أسوأ من وضعنا. ما بدنا نسبب لها مشاكل معهم. منحل مشاكلنا لحالنا هي مو مجبوره. بس لازم تعرف شو عم يساوي اخوها. لازم تعرف بس خليها لتجي نحن بنقلها. كيف بدي اقدر اصبر لتجي؟ جنفي الوحيدة اللي بتفهم عليه. لا تنسي انه هي صار عندها حياتها الخاصة وهلأ مو فاضية. بعرف انه صار عندها حياتها الخاصة وما لازم نضل نزعجها، بس قلي يعني شو فينا نعمل بمثل هيك وضع؟ ما في داعي نعمل شيء ابدا. لازم نقعد ونتفرج على اللي رح يصير وبس. يلا ليش لساتكن واقفين؟ عدوا. عدوا انتو. نرمادة قال انه الكل يقعدوا. امي قصدك انه جنفي كمان تقعد معنا؟ يعني مشان اسكبلكن هيك احسن. ستي اليوم عملت لكم شاي وحابب اخذ رايك فيه. معقول انت عملت شاي؟ ايه انا. بالله جد؟ ليش حتى انت تساوي لنا الشاي؟ كنت ساويته انا.
حبيبي انت لازم ترتاح لانه طول الاسبوع تعبان، ليش تتعب حالك بهالشغلات هي؟ عمتي عادي انا حابب ساوي شاي فساويته، وبصراحه عرفت انه مساواه الشاي شغله مو سهله. يعني انا دائما كنت افكر انه الشاي هو عباره عن بس ابريق مي وبنحط له حليب وشاي وسكر وبنحركهم بيصيروا شاي، بس لا الموضوع اصعب من هيك. انا حابه كثير اشرب من هالشاي، وانا بدي اشرب كمان. ايوه صب لي فنجان الي كمان. تكرموا يلا ثواني وبيكون عندكم. انا بجيبه خليه. امي كثير طيب نحن دقنا. هلا بدو. ايه هي الشاي، تفضلي حماتي. هاتي هي لإندو. يسلموا. أعطيها. تفضلي. لك شري، هالشاي طيب كتير. كتير طيب هالشاي وأطيب من العسل. لا مو طيب. هذا الحكي، شفتوا كيف قلتلكن مو طيب؟ ما زبط معي صح؟ بس مع الوقت بيزبط. بحبك لأنك بتعطي رأيك بصراحة على طول، بس أنا وإنتي اللي قلنا أنه هالشاي طعمته مو طيبة أبداً، وهذا المزبوط. سمعتوا؟ هو منيح بما أنه هاي أول مرة بتعمل شاي، بدك شوية وقت وبيمشي الحال. شبك شري؟ لك أمي ما حبت الشاي اللي عملته وإنت لساتك مبسوط؟ أنا طبعاً مبسوط لأنه رأيها مثل رأيي. صح ما عرفت تعمل شاي، بس نحن بنعرف انك بالشغل ما في اشطر منك. بلا عواطف لازم تحكوا رايكم بصراحه. صح كلامك امي، بس نحن مشان ما نزعله، يعني هو حاول وعذب حاله وساوالنا الشاي، بينشرب منيح. طيب الفطور جاهز؟ شو عملتي لنا اليوم؟ فطاير مع صوص. نارمادا ليش عملتي هالأكلة؟ ليكي تعرفيني ما بقول غير الصراحة، هاي الأكلة ما بتزبط معك، كان لازم تعملي شي أبسط. حماتي عملته ومشي الحال، لو سمحتي دوقيها هالمرة رجاء. ماشي رح أجيبها. حماتي شو ما حبيتيها؟ بالعكس كتير طيبة. هاي أول مرة بحياتي بدوق أكلة طيبة هيك، وأخيرا النار ما عرفتي كيف تطبخيها، بس عن جد هالمرة طالعة الأكلة طيبة كتير. كل شي معمول عقصول وطالعة غير شكل، والصوص مو معقول كيف ظابط هالمرة. هذا بيتسمى صوص مو مثل العادة. اي والله مرت اخي مو معقول شو طيبة. شي حلو والله. نرمادة بدي منك توعديني تعلميني هالطريقة. حماتي مو انا اللي عملت الاكل. لك مين سواها؟ جنفي اللي طبخت. منيح نفسك طيب على الطبخ.
بالإذن. أنا آسف بس اسمحوا لي. منيح لحقك. لشو البكي هلا؟ تعي لعندي. شو اللي صار؟ ما في شي، هدول دموع الفرح. منيح إذا هيك. شري، أنا ما كنت متخيلة أبداً إنه ستي تمدحني بهالطريقة. يعني بابا وقت كان يدوق أكلي كان على طول يقول لي إنه طيب، وكمان بنتي نفس الشي، بس كنت حس إنه هنن بيقولوا هالحكي مشان ما يزعلوني. وحتى رفقاتي على طول كانوا يقولوا هالحكي، بس ما كنت حس إني فرحانة كل هالقد مثل ما فرحت بكلام ستي. شري، أنا مبسوطة هلأ مثل ما انبسطت وقت تقدمت لي. وقت بفرح كتير ما بعرف ليش ببكي. معقول؟ صرتي تبكي هيك وقت اجيت لعندكم وتقدمت لك؟ أنا آسفة عن جد، كل مرة بقول ما بدي أبكي هيك. ليش تأسفتي حبيبتي؟ خليكي على طبيعتك. بس عن جد شري، ما تخيلت ستي اليوم تحب الأكل هالقد. بتعرفي شو؟ لما ماما قالت لستي إنه هي اللي عملت الفطور، أنا سكتت وما حكيت أي شيء. بس بتعرفي ليش؟ لأنه عرفت شو اللي رح يصير. لو ستي عرفت إنك أنتي طبختي وقالت لك طيبين، ما كنتي رح تنبسطي هيك. لهالسبب ضليت ساكت. المهم أنا عن جد عم بحكي، اللي عملتيه اليوم هذا كان أطيب أكل بدوقه بكل حياتي. مو معقول، شو هالإيدين اللي عندك هدول؟ عن جد شري، أنا ما تخيلت إنه ستي يعجبها الأكل كل هالقد. أنا كتير مبسوطة. تعرف ليش طلعت الأكلة طيبة وزبطت معي؟ لأنه الصبح دعيت لله إنه يوفقني. والله جد؟ وأنا كمان كتير دعيت لحتى يزبط معي الشاي، بس ما طلع طيب. أما أنتي شوفي كيف طلعوا أكلاتك طيبين كتير. بس طيب الشاي اللي سويته. والله جد؟ بتضلك عم تكذبي علي وعم تبكي. أمي، هلأ عن جد عجبتك الأكلة يلي طبختها جنفي؟ إيه طبعاً عجبتك، ولا قلتي هيك مشان ما تزعل؟ أنا ما كذبت عشري بقصة الشاي لكذب عليها، بس ليش هي اللي عملت لنا الفطور اليوم؟ إيه صح، ليش جنبي اللي عملته؟ بصراحة هي اللي طلبت مني تعمله، هي بتحب الطبخ. إيه وشطورة كتير كمان. أمي شو بدي قلك؟ جنبي اليوم لحالها حضرت كل الأكل. إذا بتحب خليها تطبخ، وطبعاً إذا بتقدر خليها تصير تجهز فطور كل يوم أحد. أمي عن جد عم تحكي؟ لا تاكلي هم، هي شاطرة كتير وبتقدر تلحق. أنا قلت إذا بتقدر لأنها بتشتغل. صح. ومرة تانية أنت لا تقرري عنا للبنت. أنا بسأل حماتي. إيه يلا، شو ما رح تاكله يعني؟ أنا بدي آكل مع جنبي. أمي، وأنا كمان بدي آكل مع جنبي، معلش؟ ماشي. بس أنا هلأ بدي آكل لأني جعت. بس دقيقة، رح أجيب لك. راجع، خلينا نطلع لعندهم. جنبي، اسكتي انت، انا بحكي معها. على مهلك. شبكم شو عم يصير؟ يا حبيبة قلبي، امي كثير عجبتها الاكلة. شو هذا اللي انت عملتيه جنبي؟ عن جد شيء مو معقول. مو بس امي عجبتها، الكل طار عالم فيها. انت فاجأتينا اليوم جنبي، الله يحميكي. بتعرفي شو؟ نحن اليوم الصبح كنا جايين لعندك نقول لك انك توقفي شغل وما تكملي تحضير الفطور. والله؟
مزبوط غبية. مزبوط كيف أنا نسيت هالشي؟ بصراحة خفنا كتير إنك ما تعرفي تطبخي هاي الأكلة منيح وما تحبها أمي، لأنه هي مشكلتها بتقول رأيها كتير بصراحة لو زعلت الناس كلها من رأيها. نحن تعودنا عليها هيك، بس خفنا إنه أنتي تتضايقي، لهيك إجينا نقلك ما تكملي طبخ. بس كنتي تقريبا مخلصة كل شي لهيك ما حكينا شي. ما شفتي كيف أنا صرت أرجف من خوفي؟ وأنا كمان خفت كتير. إيه معك حق، بس المهم صار اللي بدنا. مزبوط. وهلأ صار لازم نحتفل بالشي اللي عملته جنبي، ما هيك؟ هلأ اسمعوني يلا الكل يسمع. جنبي اسمعي، أمي قالت لنا هلأ إنه إذا في عندك وقت ونسيت الباقي. كنت عم بمزح معكم، عن جد أمي قالت لنا إذا كان في عندك وقت وبتقدري بتصير تحضري الفطور اليوم أحد. إيه والله هالحكي منيح كتير. عن جد ستي قالت هيك؟ والله يعني أكيد سمعتوها قالت هالحكي؟ وحياتك يعني متأكدين إنه هالحكي مزبوط؟ لك إيه؟ جنفي بدك تضلي تسألي نفس السؤال بمليون طريقة، لا تخافي الجواب رح يكون نفسه. والله هي هيك قالت. أنت اللي عم تخليها تحترمك وتحبك من تصرفاتك لأنك عن جد شاطرة. إيه والله مزبوط، أنت رح تقدري تكسبيها لأمي، هي أول شغلة فتحت لك باب المطبخ وبعدين أكيد رح تفتح لك قلبها. إذا قدرتي تعملي كل شي منيح، وإذا ما قدرتي فمع الوقت بتتعلمي. إيه ليش لحتى ما أقدر؟ أنا رح أحاول. أكيد طبعاً. جنفي هالخطوة منيحة، ألف مبروك حبيبتي. شو هذا الشي؟ شو اللي عم بيصير هون؟ عيب ما بيصير، احترم إنه نحنا واقفين. عيب؟ افتلي. عمتي لا تفهمي الموضوع غلط، هي من فرحتي وبس، أنا ما قصدي شي تاني أبداً. عن جد؟ شبك؟ هيك الواحد بيعبر عن الفرحة؟ ماشي معناها وأنا كمان بدي أعبر لك عن فرحتي. ما أشترى؟ مو قلتي بدك تزوري أبوكي؟ لكن يلا خلينا ننزل على الفطور فوراً. وأنا برأيي إنك تاخدي معك أكل أهلك من اللي سويتيهن اليوم، رح يحبوني كتير. ماشي بعدكن واقفين هون، يلا نزلوا بسرعة. إيه والله تعرفي أنا جوعانة فوق ما بتتخيلي. الشاي، الشاي تبعي. ايه والله صحيح، خلينا ننزل كمان مشان نشرب الشاي الغير شكل. شو هالشاي اللي عملته؟ طيب كتير. ايه مزبوط، عن جد شاياته طيبين، بدي تصبلي وتكترهم. طيبين كتير والله. اوه عن جد طيبين كتير. تعرفي؟ رح أكل قطعة تانية إذا فيه. خالتي بس خلي قطعة لبينتيا. ليش بيجي بكير لياكل؟ بياكل بس يرجع. خلص منشوف، بترك له وحدة. شو رأيك بفنجان شاي؟ ساوي قومي، وأنا كمان جاي عبالي أشرب شاي. يلا قومي ساوي. تشرب شاي؟ إيه بشرب. بابا نسيت اقول لك اليوم شري عمل شاي. لا عن جد اعمل شاي. شو يا صهري طلعت بتعرف تعمل شاي؟ لا والله ما بعرف بنوب، بس اليوم جنفي علمتني وجربت ساوي. شي ظريف، معناتها اليوم اتنيناتكم كنتوا تحت الاختبار مو هيك؟ ايه والله مزبوط اللي عم تقوله، بس انا فشلت فشل غير شكل وجنفي نجحت. لو دقتوا الشاي اللي ساويته جنفي شلون طلع الشاي تبعي؟ قلي لهم. ما كان سيء كتير شري. لسه بتقلي مو سيء. عمي خالتي اليوم كمان أمي عجبها أكل جنفي وطلبت منها أنه تصير هي تعمل الفطور كل يوم أحد. عن جد؟ إيه كتير منيح. المهم بابا بما أنه رجع الدكتور من السفر خلينا نعمل العملية بأسرع وقت ممكن. إيه والله نسيت قلك، منيح أنت ذكرتيني وفتحتي هالموضوع. بابا قلي في شي صاير؟ في دكتورة فاتحة عيادتها قريب من بيتنا، أبوها معالج فيزيائي وسمعته منيحة، وهي تقريبا بعمرك وحبابة كتير. بتصدقي بتذكرك كل ما شوفها؟ هذا أبوكي كل ما شاف بنت من عمرك بيتذكرك فورا. يلا كمل القصة. قالت لي إنه خلال سنة بالكتير ركبي رح يتعافوا لحالهم بدون عملية ورح أرجع أمشي طبيعي مثل ما كنت. بابا شو حكينا نحنا؟ يا بنتي هيك أحسن. بابا
هي الطريقة اللي قالت لك عنها الدكتورة بدها وقت طويل، لأمتى بدك تضل عم تتوجع وأنت عم تمشي؟ أنا تعودت على هالمشي، أصلاً بعد ما صرت أمشي هيك نسيت كيف الواحد بيمشي لما يكون طبيعي. عمي صدقني رح تتحسن كتير بعد العملية. ما هو بعرف صح حكيك صهري، بس نحن الجيل القديم ما فينا نستوعب فكرة العملية، وفيك تقول منحس إنه العملية خطيرة كتير. خلص أنا هيك مرتاح صدقني. يا عمي رجليك ما عاد رح يوجعوك بعد ما تساوي العملية، ورح ترجع تمشي طبيعي مثل الأول وأحسن. مزبوط، بس الدكتورة قالت رح أرجع طبيعي إذا تعالجت بهالطريقة. منجرب المعالجة الفيزيائية ما رح نخسر، بالعكس هالطريقة أكيد أسهل وما فيها وجع العمليات. أي جنفي صح الحق معه، العملية مو سهلة بلاها، رح أضل خايفة لبين ما يعمل العملية ويطيب، أما إذا تعالج بهالطريقة بيتحسن شوي شوي. بابا سكري هالموضوع نحكي فيه بعدين. روحي شوفي الشاي، صهري صار له ساعة ناطر، روحي صبي له فنجان على السريع. روحي بعدين منحكي. طيب عن جد الشاي اللي بتساويه جنفي طعمته طيبة كتير. وأنا كمان رأيي مثل رأيك، فعلا معكن حق. هلا أنتوا ثلاثة اتفقتوا علي؟ لا أبدا. شو قلتي؟ نحن اتفقنا عليكي؟ ايه أنتوا. ايه والله هلا بعد ما بهاجريتي جوكلان عطتك شهادة تقدير ما فينا نحكي، صح عمي؟ هذا رأيي بصراحة، مو مجاملة أو مشان ما تزعل، اشتقت للشاي تبعه. ايه ما في اطيب منه، الشاي معي ما بيزبط، وبنتي ما عم يقعد ليساوي شاي، هلا ما عاد يعجبه الشاي اصلا لان الدخان ما بينشرب مع الشاي، مع القهوه اطيب. ما فهمت خالتي شو قصدك؟ اللي بقصده انه اخوك عم يدخن. وكيف عرفتي؟ كيف بدي أعرف يعني؟ لقيت بجيبته باكيت وقت كنت بدي أغسل. بابا عن جد هالحكي؟ جنفي حبيبتي منحكي بعدين بهالموضوع هاد. معناتها كلام خالتي صح، شفت شو بيعملوا؟ هالعادة هاي ما رح يبطلوها. بعرف ما لازم أحكي قدامك، بس على طول كل ما أحكي شغلة صايرة لازم يتأكدوا من بعض بعدين بيصدقوني. ليش بيعملوا هيك؟ ما بيصدقوا اللي بحكي، شايف كيف بيعملوني يا صهري؟ خلصنا مو وقت هالحكي هاد هلأ. بنتي عن جد عم يدخن؟ أنا ما عم أقدر صدق اللي عم يصير، كيف بيقدر يعمل هيك؟ لك ما خطر له يفكر بأهله وما فكر فيني قبل ما يعمل هيك شي؟ لك ليش عم يساوي هيك؟ شو هو مانو خايف على صحته؟ يا ريت لو كان أخوكي فهمان وواعي وبيفكر مثلك يا روحي. خلاص لهون وبس، أنا هالمرة ما رح أسكت له، نحن عم نتعامل معه بحب، بس هلأ بيكفي. إيه والله بيستاهل، أول شي لازم تساويه إنه تضربيه كف. جنفي من شاني اهدي شوي، من حاكيه ومن فهمه. لا صهري لا تعذبوا حالكن، لأنه هذا الولد ما رح يفهم بالحكي ولا يتغير. لا هي يا عمي ليش عم تقول هيك؟ بنت يا ابننا ومنعرفه ما بيفهم الحكي، بده مين يضربه. طيب معلش خلينا نجرب نحاكي. صهري لو سمحت لا تشغل بالك بهالموضوع، حكينا كتير مع بنتيا بس ما بيتغير. ما بيصير بابا، لازم نحاكي بنتي قبل ما يطلع الموضوع من ايدينا. ما رح نستفيد شي. لا بابا معلش، طول الوقت وانا عم اسمعكن وهو كمان سمعته كتير، خلص بكفي، لازم نحاكيه ونواجهه بالشي اللي عم يعمله، وأنا اللي رح حاكيه هلأ. على طول عم يطفي موبايله. جنفي ليش عم يعمل هيك؟ قلي اهدي حبيبتي. كيف بدي اهدى؟ كيف بدي اقدر اقنعه هلأ؟ تعبت من الخناق وكل هالشي على الفاضي. لك هو ما عم يسمعني. شري لما حكاني مبارح على الموبايل عصبت عليه،
بس غير الموضوع وقال لي إنه التقى بأنيل قبتي. كيف؟ أنيل؟ التقى بأخوكي؟ إيه والله هيك قال لي. كان عم يحكي بصوت واطي ما سمعته منيح، كان لازم أفهم منه، بس انبسطت إنه قال لي وضحكنا كتير ونحن عم نحكي، حسيت إنه خلص رجع مثل ما كان. بس لا، هو ما بده يرجع مثل قبل، وحتى فكرت مبارح أنه عن جد كان عم يدرس طول هالفترة، بس يطلع عم يدخن؟ عن جد زودها، لازم يخجل من حاله ولازم يفكر بوضع بابا والطريقة اللي عم يتصرف فيها معه وأمه اللي حاطة أمله فيه. يعني معقولة هو ما فكر بهالشي؟ بس جنفي لازم تطولي بالك، يعني وإذا لقينا باكيت دخان بجيبته مو ضروري يكون عم يدخن. وإمتى ممكن نتأكد؟ لما شوفه بعيني عم يدخن؟ أنت مكبرة الموضوع زيادة عن اللزوم. خلصنا بقى جنفي، خلص رؤي يا روحي، هلأ منروح على البيت ومنحكي. ايه رؤي. آسف إشري، ما كان لازم ابكي ونحن هون. لا حبيبتي عادي، مو هيك قصدي. إشري انا حاسة انه كل شي بحياتي عم يضيع ويروح من بين ايدي هيك فجأة. ما فهمت. ولا انا عم اقدر افهم اللي عم يصير معي ابدا. ليش ابي فجأة بطل انه يساوي العملية؟ حتى لو بده يجرب العلاج الفيزيائي طيب خليه يجرب فترة. إذا ساوى العملية رح يرجع يمشي طبيعي، وأنا مو مصدقة إمتى يصير هالشي. بس نحنا كمان لازم نقدر إحساسه وخوفه من العملية. وهلأ مو عارفانة شو بدي أعمل مشان بنتي، بس أنا ما رح أيأس بنوب، نحنا عائلته لهيك ما رح خليه بعد عنا أبدا. صح نحنا ما كنا قاسيين عليه، بس هلأ حاجة، هذا الولد لازم يرجع مثل الأول وأحسن. مفكر القصة هيك، ما رح أسكت له وخليه يعمل اللي براسه. مفكر إذا تزوجت فيه يعمل اللي بده إياه؟ مستحيل، من اليوم وطالع ما بقى أسكت. مفكرني ما بعرف، بس أنا رح أربيه. شو عم تقولي؟ امشي، منشرب قهوة بشي محل ومنغير جو. ما بدي روح، ما بدي أقعد بأي مكان، خدني على البيت. ماني حاسس إنه صح ترجعي على البيت وأنت بهالحالة. اسمعي جنفي، في قهوة قريبة من هون، منروح عليها. لإمتى رح يخلي موبايله مطفي؟ رح يجي وقت وبده يشغله. ماشي يا بينتيا. لك خلصنا بقى جنفي، انتي شو صار لك؟ يعني إذا طافي موبايله أصلا أكيد ما رح يرجع يفتحه بعد دقيقة. يلا منروح منشرب قهوة وبعدين على البيت. طلعي بالسيارة خلينا نمشي.